شي دمه تقيل شي خلقه ابداع شي عرفان دخيل شكل شي بيسكى وشي كله هبيل شي مستغنى عنه شي ماله بديل شي نسخه وتقليد شي هو الاصيل شي بيزول التكي وشي من جيل لجيل وكل شي ما في مثله الا شرب الخليل حقيقتي نخيسي نجاسي كراسي افلاسي واخراسي حلبتان هيجان قطشلتان رنتان في ديكان وجاب مليان اللقيم الغشيم الحريم التسليم التخييم والتقسيم الكركوب المحلوب الكذوب المغلوب المحسوب والمجدوب بسمات الوطن فكرين فتحوا الباب وسافر غير احزان البومه وهمومي الجرثومه وسموم المقروم المرحوم حكومه مجانين مدروسين مهريين معفنين انسولين دكاكين لوانين اسه تعرفي شي جرفي غدرفي بزار خلف شرش مخرار حوار بسمات الوطن بسمات الوطن مساء الخير. الليلة بيبتدي موسم 16 لبرنامج بسمات وطن، ومن 16 سنة ابتدى أول برنامج انتقادي سياسي ساخر بلبنان وبالوطن العربي، وبعده هالبرنامج مستمر وبعده الأول. وبأول حلقة بالموسم 16 منقول مساء الخير لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل. بونسوار باميلا، مبروك 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 مبروك. ميرسي. انت اول سياسي بقلنا مبروك وبفرقع لنا كمان. لا انا عم فرقع وقول مبروك لخطة الكهرباء. معرفتي انه مجلس الوزراء امبارح وافقلي على خطة الكهرباء مثل ما قدمناها انا وعمي. مبلا ولو معقول نكون معرفنا. طيب قولي لي مبروك يلا وانا بفرقع. يا معالي الوزير. رح تولع استوديو. ويولع استوديو. ما انا وزير الطاقة والمياه دغري بطفي قد ما بدك ماي فيه تعمليلك فرقايعة. يا معالي يا معالي الوزير الوزير الداخلية مروان شربيل الوزير الداخلية مروان شربيل منع الفرقايعة ابتداء من اول اب. بالشرف. نعم منع الفرقايعة. نعم برافو هيدا قرار كتير جريء وقوي مهم بدي اقول له مبروك وراح فرقع له ليكي هالسهم واحد اثنين عشرة الله نهرب من الفرقاع خلونا نروح على الضاحية بسمات الوطن اتفضلي اتفضلي مخبوزين اتفضلي مش مصدقة عنجد مش مصدقة انه السيد تمام عزمنا على الغداء بس انه ليش نقيت مطعم بالضاحية الجنوبية؟ لانه خدمتي هون قريب على شغلي. اهلا وسهلا فيكم بتحبوا تاخدوا شي؟ باستا معكروني بتحب الباستا مطبوزيل؟ بحب الباستا بحب الاسلافية بحب طريق الجديدة بحب الشياه بحب عين الرمانة بحب لبنان كله فاذا اتنين باستا بليز تكرم عين طيبين حبيت الباستا بالضاحية كتير طيبة بس شو سري ليش عم تاكل بايديك ليه ما بتاكل بالصوكة ولو مانك عارفي انه السيد تمام بالضاحية شوكته مكسورة ليكي طيبين باستا تحت بسمات الوطن صباح الخير يا عموتي عموتي بهية عندي بباريس شو هالمفاجأة جاي تعيدك يا عموتي بمناسبة عيد الفطر ينعاد عليك يا رب ولو تأخرت كم يوم تنعاد عليك يا عموتي بس ضعفان كتير وجهك ممصوص مص يا عموتي مرق رمضان هالسنة بلا افطاراتك السخية والكريمة انت هون بباريس
وتيار المستقبل ببيروت عايشين رجيم قصري. ضعفنا كلنا يا عموتي. عفوا عموتي، ظروف قاهرة وأسباب مادية أمنية جبرتني أعملكم هالرجيم. مش مشكلة يا عموتي، أنا ما تأثرت كتير الحمد لله، لكن جماعتك ببيروت ضعفوا كتير، صاروا ممصوصين مص. السنة القادمة بعوض لهم هالشي، حنزل جوط أكل بدال الصحون. بس ما عرفتيني الأستاذ مين بيكون؟ ولو ما عرفته للوزير سمير الجسر. سمير الجسر؟ لك ليش ضعفان؟ شفت يا عموتي؟ يه 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 سمير؟ من برنامج بسمات وطن منتابع حوارنا مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. من بعد الكهرباء بشو بيوعدنا جبران باسيل؟ بعد الكهرباء جاي دور السدود، وراح اطلق حملة مثل ما عملت بموضوع الكهرباء لحث الحكومة على اقرار مشروع بناء السدود. طيب شعار الكهرباء كان ليبان اون ليبان اون، ايه؟ مفكر لك بشي شعار للسدود؟ ايه نعم، رح العب على كلمة ليبان سيدو بالفرنسي يعني لبنان العذب. أه. ورح تصير ليبان سدو. والله لك شو حلو. واذا عرضوك واذا عرضو لك مشروعك شو بتعمل؟ يلا برافو. محضر شعار لكل مين رح يعارض، والشعار بيقول بالإذن من نجاح وكيم بوزك سدو. حلو الشعار. طالما عجبك رح فرقاله بتعمليك فرقاله. عديك هدي هدي بسمات الوطن. ما هي مقومات السياسي الناجح؟ دعونا نسأل سياسيا لبنانيا ناجحا جدا. يعطيك العافية. ولك العافية. مقومات السياسي الناجح شو هي؟ السياسي لكي ينجح ليس بحاجة إلى مقومات عديدة، تكفيه للنجاح ميزة المخلص. يعني بنفهم منك إنه السياسي الناجح لازم يكون مخلص؟ نعم، وأنا سبب نجاحي هو أنني مخلص. يعني فينا نقول أنه إذا ما كان مخلص ما بينجح. طبعا مهما حرنا ودرنا وفتشنا وبقبشنا لوجدنا أن كل سياسي ناجح هو بالأصل مخلص. شكرا حضرة السياسي الناجح. عزيزي المشاهد، إذا كنت حابب أنك تكون سياسي ناجح لازم تكون مخلص. اسمحي لي شوي. مخلص نكتبها هكذا، مخلص. أهلين وسهلين فيكم بمدرسة محلومية. اليوم الدرس الأول بمدرسة محلومية هو درس الجغرافيا. حلو. بقنيعكم سؤالي الأول، شو بسمي المنطقة اللي بيحوطها جبلين؟ أنا بعرف، وادي. بري عليك اعطيني اسم وادي ببلدنا. وادي النصارى. بري عليك صفقولو. سؤال الثاني، شو بنسمي الارض المسطحه اللي بنزرعها؟ انا بعرف، سهل. طيب اعطيني اسم سهل ببلدنا. سهل حوران. بري عليك صفقونا. سؤال الثاني، شو بنسمي طريق المي بين الجبال والوديان؟ انا وزوجتي بنعرف. شو بنسميه؟ سيفون. غلطني، نهر. طيب شو منسمي الارض اللي بتحوط المياه من اربع جهات؟ انا بعرف، الجزيرة. شو قلت ولا جزيرة ولا حيوان؟ ولا هذا كان من زمان،
إسا من اليوم ورايح ما في شي بقاموسنا اسمه الجزيرة. وشوفي الأرض اللي بتحوط المياه من أربع جهات بنسميها منار. اعطيني مثل عن منار ببلدنا. منار إرواد؟ بري عليك. اعطيني اسم واحدة تانية قريبة من بلدنا. منار أبروس؟ بري عليك. طيب شو بنسمي الأرض اللي بتحوط المياه من ثلاث جهات مو أربعة؟ شبه الأنبيان؟ مظبوط شبه الأنبيان. بر عليك صفقوله. ايوا شيل ايوا ها 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 هيل. بسمات الوطن المدعي ايزو البهلي. سيدنا القاضي اي ام ايزو عرفتني؟ شو بكي يا ايزو؟ فقرتني خسرتني كل مصرياتي ضحكت علي وهي سبب لافلاسي وجاي اتشك عليها وارفع دعوة. مين هيدي يا ايزو اللي عملت فيكي هيك؟ الال بي سي بريزيدون ال بي سي. الال بي سي هي اللي فقرتك يا ايزو؟ كيف؟ يس ضلت كل شهر رمضان تقول طالع الفضة طالع الفضة. امت رحت انا بعت كل ذهبياتي وسحبت مصرياتي من البنك واشتريت فيهم فضة. ام بدل ما يطلع الفضة بالعكس نزل وشاط الذهب طلوع وهلأ كل المبلغ اللي بحوي انجا يبخش لي ديني ويشتري لي جوز حلا. عجبكن الال بي سي؟ ليش عم تضحكوا انه الدكتور جعجع بيرفع دعوة على الال بي سي وانا لا؟ يسويني ما يسوي كلنا خلقت ربنا. يس يس يس. بسمات الوطن بسمات الوطن. ايضا وايضا منتابع بسمات وطن مع الوزير جبران باسيل. هل صحيح أنه مبارحة لغي مجلس الوزراء تأشيرة الدخول للمواطنين الإيرانيين على لبنان؟ ايه صحيح نسيت فرقع له هالقرار. لحظة قبل ما تفرقع له أنه الإيراني كان بده فيزا حتى يفوت على لبنان؟ أنه عم بطلطش يعني؟ ايه أكيد كان بده فيزا. كل إيراني بده يفوت على لبنان كان بده فيزا. والمال الإيراني؟ لا هيدا قلنا عين نعمل له فيزا. يسوى ما يسوى مال السعودية وقطر. طيب الصاروخ بده فيزا او لا؟ طبعا الصاروخ اجباري ياخد فيزا لمدة 3 اشهر ماكسيموم وبعد هالثلاث اشهر اجباري يظهر من لبنان. يي ليش؟ تيجي الاجد منه. معقول نضل على العتيق؟ طيب بيني وبينك عم بفوت الصواريخ بهالايام؟ بدك للدغري؟ ما عندي معلومات. والمعلومات عندون؟ ولك اعملي لك فرقه يا شو بدك بالمعلومات يلا. لا 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 بسمات الوطن. بونجور سيد تمام. بونجور بونجور. هون المعلومات؟ هون المعلومات. لحظه يا وي رورو مؤسسة أمنية. مش هون المعلومات يا سيد تمام؟ بلا. أنا الفنانة زعزع فنانة ساعدة سمعت إنه المعلومات عم بيسجلوا لكل اللبنانية. قلت بجي لعندكن بركي بتسجلوا لي هالغنية. بدي نزل سدي على السوق وما معي مصاري ساعدوني بليز. ما حبيتها؟ رورا بسمات الوطن.
يما حسين، يما حسين تعي شوفي شو جبت. شو جبت يا ابو حسين؟ جبت هالتمثيل لنحطه بالصالون. شوفي مالا تمثيل لوكي. يرب بيتك يا ابو حسين على هالتمثيل. شو هاي مرة مزلطة؟ لك ولك ما شفتي منها الا انها مزلطة. ما شفتي انه ايديا مقطشين؟ ايه ايديا مقطشين. لك شو هالتمثيل بيسوى فرنك؟ ولك عقليتك وفهمتك بيسوى فرنك. هالتمثيل ها قيمته مو بحقه، قيمته برمزيته. هالتمثيل ها رمز للناصر ولدحر العدو. كيف ها؟ فهمني يا ابو حسين. هالتمثيل بلا ايدين ها؟ ايه. فكرك مين قطع له ايدي؟ الحج محمد رعد. بدها تكون هالحرمة جربت تمد ايدها عسليحنا. ولك عشت يا حج محمد عشت. ومزلطة كمين فيه عليك فيه. يا عين الشو دي حالك. يا عين الشو. بسمات الوطن. بونجور مختار. اهلا وسهلا مختار. بليز بدنا افادات سكن للجامعة. تكرم عيونكم، انتو كلكن اولاد القرية هون. ياه. وانتي شو اسمك يا امورة؟ جميلة غفايل. شو؟ جميلة غفايل. انتي من القرية يا بنتي؟ مين وبي؟ البابي بيكون الاستاذ بادي غفايل. انتي بنت الاستاذ بديع رفايل. انتي جميلي الله يرحم ستك. جميلة قال جميلة قال. وانت مين يا امور؟ الياس. الياس بدران. الياس بدران. وانتي يا فرفورة؟ ايمي اجي. انتي انعام الحجي بنته لفريد فريد. وانت ريتشي ساف. ما تقلي رشيد الصوص ابنه لملحم. يا نوسكن شو هالجيل. بتعرفوا انتو هيك بشو بشبهكن؟ بشو؟ بكومي بيزاك إيريان. شو يعني؟ يعني كومة بالزائرين. جميلة يا جميلي. وجيل. بسمات الوطن. بسمات الوطن. وصلنا لنهاية بسمات وطن مع ضيفنا الوزير جبران باسيل. نحن منقول لك مبروك إقرار خطة الكهرباء وعقبال خطة سدود المي. وشو الخطوة القادمة؟ أنا وعمي وضعنا خطة رح يتحدث عنها عمي بعد شوي بكلام الناس، لكن أنا هلأ رح أعطيك رؤوس أقلام عنها. وشو عنوانها هالخطة؟ عنوانها بعد الكهرباء والمي السما. حلو. بالكهرباء وقفنا السرقة، بالمي رح تصير غرقة. فاتورة السلولار لاحظتوا فرقة، عالتيفي نكتنا بجرأة. بكرة السما، بكرة السما رح نغير لونا وتبطل زرقة. لطيف. بك لا 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 عمولة على الاستوديو. وليك هربي هربي هربي. ما في ماي خطة السدود لل 2014. هربي عن جد عم تحكي. باي باي. جي بيك بعد في جبل النار تنولعه. يلا حافظ حقيقي الحقونا. باي. بسمات الوطن. بونجور دكتور. اهلا شيخ سامي. دكتور شو بدي اعمل لحنجرتي؟ صوتي رفيع ولازم كسياسي بضل على المنابر يكون صوتي اعرض واتخن من هيك.
أنا بذكر يا شيخ سامي إنه الوالد الشيخ أمين لما كان بعمرك كان عنده نفس الصوت، وجال عندي ونصحته يومتها إنه يعمل 3 خطابات بحدي كل يوم. بالشرف، ومشان هيك هلأ صار صوته عريض وجهوري؟ صح، صار كل يوم يعمل 3 خطابات ضد الفلسطينية والسلاح الفلسطيني بهيديك الأيام، لكن اليوم كيف صار صوته؟ فكرة رائعة، ميرسي دكتور، رح أعمل مثل ما عمل البابا، 3 خطابات يوميا بحدة. إيه بس ضد مين؟ حزب الله وسلاح حزب الله، شو بدي هاجم هيفا وهبي؟ لك خليني ابقى ارجع اشوفك بعد كم شهر، لازم تكون تحسنت. ميرسي دكتور. بونجور دكتور، خبرني، عملت بنصيحتك وهجمت حزب الله 3 مرات يوميا، فكيف صار صوتي؟ ما شاء الله، تماما مثل صوت الوالد من غير شر، تمام. بس ما قلت لي مين الاخ؟ صديق الحج علي حسين، مسؤول بحزب الله. ما البابا اليوم هو الفلسطيني كتير 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 اصحاب، من اعز الاصحاب. يا هلا بالحج حبيبي. يا معالي الوزير، وزير الداخلية مروان شربي، لا منع الفرقاء. شي خلو ابداع وشي عرفان دخيل، شي كل شي بيساكا وشي كله هبيل، شي مستغنى عنه وشي ماله بديل، شي نسخ وتقليد، شي هو الاصيل، شي بيزول التكي وشي من جيل الجيل، وكل شي ما في مثله الا شرب الخليل. مقاسي نخاسي نجاسي كراسي افلاسي واخراسي سياسي حلبتان هيجان اطشلتان رمتان في دكان وجاب مليان برلمان لقيم الغشيم الحريم التسليم التخييم والتقسيم زعيم الكركوب المحلوب الكذوب المغلوب المحسوب والمجدوب بسمات الوطن. الإلاب فكراب فتحوا الباب وسافر غاب أحزاب البومي وهمومي الجرثومي وسمومي المقرومي المرحومي حكومي مجانين مدعوزين مهريين معفنين أنسولين نكاكين لواني إسه طرفي شي جرفي غدرفي بزار خلف وشرش مخرار حوار بسمات الوطن بسمات الوطن